باسمي وباسم الحكومة السورية والعاملين بها أنعي إلى الشعب السوري استشهاد أخينا الأستاذ يعقوب العمار وزير الإدارة المحلية، والأستاذ المهندس جمال العمارين معاون وزير الخدمات. الشهيدين البطلين استشهدا اليوم في الساعة 14:20 دقيقة من هذا اليوم، وهم يقومان بواجبهم الوطني مع ثلة من الناشطين والثوار والعاملين في درعا. استهدف أثناء افتتاح مخفر للشرطة بعمل إرهابي أدى إلى استشهادهم وجرح العديد من الأخوة. الأستاذ يعقوب العمار الذي ابتدأنا اليوم العمل باجتماع مع المجالس المحلية على في كافة المحافظات القطر في الساعة 10 صباحا، وكنت مشاركا عبر سكايب معهم. بعدها ذهب لتكريم المتفوقين في الشهادة الثانوية، وأثناء افتتاحه لمخفر للشرطة في المناطق المحررة حصل هذا العمل الإجرامي الرهيب. في الحقيقة العصابة القابعة في دمشق منذ 6 سنوات وهي تمطرنا بأعمالها الإرهابية بالبراميل على البيوت والمدارس والمشافي باستخدامها السلاح الكيماوي، باستخدامها كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، الحصار، وبالأمس قصفت قافلة المعونات الأممية. هذا النظام المجرم البعيد عن الحضارة والذي يدعم الإرهاب، بل جلب إلى سوريا عصابات الإرهابية من كل أنحاء العالم. إنني إذ أتقدم إلى شعبنا وأعزيهم بوفاة بطلين من أعضاء الحكومة، إننا نعاهدهم أن هذه الحكومة ستبقى صامدة، ستبقى جميع أعضاء الحكومة في الداخل السوري، إن وزرائنا جميعا هم على الأرض السورية، لن نغادر، لن يخيفنا هذا الإرهاب المنظم، لن يخيفنا لا قنابلهم ولا مفخخاتهم ولا طياراتهم. سنبقى إن شاء الله وفينا لأهلنا. وفي ذات الوقت إنني أتوجه إلى المجتمع الدولي الذي آن الأوان أن يسحب اعترافه من هذه العصابة القابعة في دمشق، وأن يدعم الحكومة الوطنية التي تمثل الشعب السوري. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجميع الجرحى ولجرحى الثورة السورية.